استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بدار سلوى مساء اليوم، وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. استقبل سموه رعاه الله سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء، حيث قدم لسموه كلا من مريم عقيل العقيل وزيرا للشؤون الاجتماعية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، وبراك علي الشيطان وزيرا للمالية، ومحمد حجي شهري وزيرا للكهرباء والماء، حيث أدوا اليمين الدستورية أمام سموه حفظه الله، وذلك بمناسبة تعيينهم بمناصبهم الجديدة. هذا وقد هنأهم سموه رعاه الله بالثقة التي أوليت لهم والتي هم أهل لها، ناصحا سموه لهم بأن يضعوا مصلحة الوطن نصب أعينهم، وأن يتلمسوا حاجات المواطنين، وأن يعملوا على تطبيق القانون وأنظمة الدولة، متمنيا سموه لهم دوام التوفيق والسداد. حضر مراسم أداء القسم وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح، ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد أحمد فهد الفهد، وأمين عام مجلس الوزراء عبد اللطيف عبد الله الروضان، ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبد الله الصباح الناصر الصباح. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. أتمنى يعني أن تكونوا على يعني إن شاء الله وصية رئيس الوزراء لكم تكونوا مهتمين في عملكم، وما تسمعوا قيلوا ما قال، إنما تطبقوا القوانين، طبقوا القوانين بحذافيرها، هذا اللي هو يطلب منكم دائما. والتعاضد بعضكم بعض. إن شاء الله على توجيه سموك طول العمر في محاربة الفساد وحماية المال العام. يعني الأخت مريم العقيل طول العمر استلمت بالوكالة وزارة المالية وقامت بجهد كبير طول العمر، والآن أمامها مسؤولية أخرى إن شاء الله في وزارة الشؤون ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية اللي فيها الخطط التنموية اللي هي متابعتها طول العمر. والأخ براك الشيطان طول العمر يعني تدرج في وزارة المالية وعارف كل طبيعة عملها، وبهالمرحلة إن شاء الله راح يكون تنفيذا لتوجيهات سموك حماية المال العام واستمرار رفاهية المواطنين طول العمر وترشيد الإنفاق. والأخ محمد بوشهري طول العمر أيضا في وزارة الكهرباء مهندس وتدرج وصل إلى وكيل الوزارة وعارف طبيعة العمل، وإحنا مقبلين على صيف إن شاء الله، يعني عارف ما هو الاحتياج الكبير في الكهرباء والماء هو وزملاء طول العمر وصيانة محطاتهم والاستعداد إلى موسم إن شاء الله قادم. التنفيذ اللي توجيهات سيدي صاحب السمو راح يكون عملنا يعني لترجمة هذا التوجيه طويل العمر، وكل أعضاء إن شاء الله الحكومة عازمين على العمل الدؤوب لترجمة هذه التوجيهات إن شاء الله. إن شاء الله عملي فيكم يعني
أتمنى إن شاء الله أن نجد بكرة أفضل من اللي بعده. إن شاء الله.